هنا تسكب العبرات، أم برهان تطالب بمصير أبنائها. هم اثنان، لهم 5 رجال. لا بل إن أم برهان أكدت إنهم 7 رجال من أبنائها يختفون بين ليلة وضحاها. أين المسؤولين؟ أين المعنيين؟ تلك هي صرخات الأم مطالبة بمصير أبنائها. ولدي كنا بالدور وقامت الهوانات علينا، وعدنا جلام سكن نبي، جلام هين سكن نبي، قلنا من الهوانات على الدور قامت تضرب الهوانات، نزمنا على الجلام مالنا، قعدنا بالجلام قامت الهوانات ترقعهم علينا، قالوا نتحول على بيت بنتي. تحولنا على بيت بنتي، اشو تقلطنا النوب اللي جاي، ولني جو الشرطه الا الجيش، جو الجيش كان يقول اي والله هلا بيهم الجيش، هلا بيهم، احنا نريد التحرير، نريد التحرير. وطلعوا عليهم تلقاهم شلون استقبلوهم، شلون المضيف جاء عليهم واستقبلوهم، وركب ركب 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 وركب 7 ركبوا 7، ولدي 7 وعندي 4 شناين. هسه يعني العيشة حساب علي، اقول ما اريد عيشة، اريد ولدي ميتين طيبين، خلي يدلون عليهم ميتين طيبين. اليوم 4 سنين وهاي الخامس راح تصير 5 سنين، ما ندلهم وين، ما خليت لا بغداد ولا سامرة ولا يعني، بس علي كربلاء ما رحت، اريد يعني عندي 15 نفر فوق ال 15. قصة ام برهان مختلفة عن باقي القصص، فهي حائرة بين تنظيم داعش الإرهابي الذي اختطف ولدها وهو ضابط برتبة عقيد، وبين بقية أبنائها الذين اعتقلتهم الجهات المجهولة، فبات الدار يخلو من رجاله، وإن النساء والأطفال أنهكهم الجوع والعطش متمنين عودة آبائهم، فبات حضن الجدة ملاذهم الوحيد وسط جدران هذا البيت المتهالك. ضابط عقيد يونس ابن حج شلاش، والعيلة مالته همين تايها، عاد بحد ابن اخوي كم شاد بحولك حب الشطة الدواعش، عاد اخذ الدواعش ومن اخوي لك حب الشطة الدواعش، وطلع حطوه بكربلة دفنوه، وهم خلف الله عليهم لقالوا الاثر سوالوا قبر، ودلوا ظلوا تابعي وروحوا يزوروا ويجون. هدول مو ولدي، واحد ذبحه وواحد من دلوا مصير يونس، وولدي 7، هدول يعني ريدهم ميتين طيبين ريدهم. اطالب هاي الحكومه الجديده مجدة التحرير، ولا التحرير هو هذا التحرير، اريد ولدي، يا الله هذا التحرير، اريد ولدي، اريد ولدي 7، من عدا ولد حميني، من عدا ولد اختي، من عدا هين من هين، احنا 20 واحد اخذوا من عندنا، أنا من بيتي 7 أريد من حررونا التحرير، بارك الله بهم ورحم الله والديهم، الله يحفظهم يحفظ هاي الحكومة، نقول يعني طردتهم الدواعش وحررونا على عيني وراسي، بس أريد ولدي ميتين طيبين أريدهم. عندي كل حد قاعدين بالاستقبال، طلعوا عليهم تلقوهم للجيش الجديد ليحررونا، اركب عندكم حاسبة، اركب عندكم حاسبة، هاد يوم ذاك يوم 4 سنين وهاي الخامس، خلي دلونا ميتين طيبين، خلي دلونا عليهم نشوفهم مصيرهم وين، يعني حالنا هسه تعبان، عندي 4 شناين والاربع شناين بالبيت بهاي الغرفة، وما حد يدير النبول، ما عندنا كل شيء بس الله، عايشين قوة. 5 سنوات وأم برهان تبحث عن أبنائها المغيبين، هل ستسعى الحكومة لبيان مصيرهم واستردادهم، أم أم برهان ستبقى تبحث عن أبنائها؟ من قضاء الدور محمود الكنعاني، قناة سامراء الفضائية.